عروض رياضة الباركور. يبدأ العرض ببيان يتسم بالخطورة والقوة. حيث سنشاهد أحد السيارات المسرعة في محاولة لاقتحام أحد التمركزات الأمنية، حيث قام الطالب بالفور بأداء سقطة هوائية عكسية خطرة من أعلى مانع الحائط. مع السقطات الهوائية متدرجة ومتصاعدة الخطورة، نشاهد على المسطح الأخضر مجموعة من الطلبة والطالبات من فريق رياضة الباركور لأداء سقطات هوائية من أعلى أنصال السيوف وأسنة الرماح والسناكي، حيث تتقدمهم طالبات الكلية في موجة ثلاثية توحي بالاستعداد والجاهزية. الموجة الأولى. سقطات أمامية تنم عن مدى اللياقة البدنية وسرعة رد الفعل في المواقف الأمنية العصية، ويزداد الأمر خطورة بزيادة امتداد المانع. الموجة الثانية. الموجة الثالثة. لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس لا متناهية، وتتعاظم درجة الخطورة. القفز من أعلى 20 طالبا رافعي أنصال السيوف، وعشرين طالبا رافعي الرماح، وعشرين طالبا رافعي السناكي. وتزداد صعوبة الموانع بزيادة امتدادها والمشتعلة بالنيران الهيكلية. أبطال يقهرون كل صعب، هؤلاء هم حماة الشعب. الحفل الكريم. سنشاهد على المسطح الأخضر استعراضا لمهارات الطلبة في قيادة الدراجات رباعية الدفع والقفز بها من أعلى المانع، مع قيام أحد الطلبة من فريق رياضة الباركور بالقفز من أعلى الدراجة أثناء عبورها للمانع. الموجة الأولى.